كثير منكم خطر على باله سؤال وهذا كان يخطر على بالي كثير، ليش الجيش الإسرائيلي بيستهدف المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء والممرضين؟ زي ما بتعرفوا كان في غزة 36 مستشفى عامل، الآن فقط لغير 4 مستشفيات عاملين. جيش الاحتلال دمر 32 مستشفى وأخرجه من الخدمة. هذا السؤال لقيت أنا برأيي بعض الإجابات عليه خلال زيارتي لغزة الشهر الماضي. أهل غزة فقدوا الإحساس بالأمان في أي شيء في غزة. الجيش الإسرائيلي دمر المدارس، حتى مدارس النازحين هي مدارس الأمم المتحدة، الأونروا استهدفها وقام فيها بعدة مجازر. الجيش الإسرائيلي دمر المساجد، دمر الجامعات، دمر مراكز الإيواء، دمر المراكز الحكومية. بعد هذا الشهر أنا اكتشفت أن أهل غزة بينظروا للمستشفى ممكن كآخر ملاذ للأمن والأمان. إن لم يبقى هناك أي مكان، حتى المستشفيات زي ما حكينا دمر 32 مستشفى من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة. المستشفيات بشكل أو بآخر تعني للإنسان الغزي البسيط إنه ممكن يكون هذا بروز آخر مصدر أو مكان آمن لإله. عشان هيك بتلاقي المستشفى مكتظة بالنازحين. خلال تجوالنا في المستشفى كان هناك أعداد هائلة من النازحين في كل مكان، في الدرج، في الكرادورات، في كل مكان، في الساحات، في الصالات. يعني أنت بتمشي وعمالك بتخبط يمين شمال بناس نازحين، مش شرط مرضى، نازحين فقط لغير أخذوا هذا المكان الآمن وجلسوا فيه. المعنى الثاني المستشفى بمثله لأهل غزة وبرأي هذا الهدف من استهدافه، إنه المستشفى آخر قلاع الصمود لأهلنا في غزة. وأكبر مثال اللي صار في شمال غزة من استهداف مستشفى الشفاء، مجمع الشفاء ببداية الحرب، وكل البروباغندا الإعلامية اللي أعطاها الجيش الإسرائيلي بأنه المستشفيات مراكز إدارة للمقاومة ولم يثبتوا ذلك نهائيا. المستشفى يمثل آخر قلاع الصمود وآخر أسباب تجذر الشعب في أرضه. عشان هيك لما رجعوا على الشمال الآن وكلكم متابعين اللي بيصير من مجازر وتوحش بحق مجمع الشفاء الطبي، ليش؟ عشان الشعب غزة بالشمال قدر بإمكانيات بسيطة يرجع تشغيل المستشفى مرة تانية، وهذا أدى مرة تانية سبب من أسباب الصمود وسبب من أسباب الحياة لأهل غزة. اللي بتشوفوه من مجازر الآن في حق أهلنا في الشمال وبالأخص في مجمع الشفاء الطبي هو عبارة عن محاولة بائسة من الاحتلال لكسر إرادة الصمود وكسر الصمود عند شعبنا في الشمال.